السيستم اللي خدناه في بايثون شغال على السيستم بتاع السي سي بي دي. السي سي بي دي ده هو كلوزد سيركت تلفزيون اختصار ليه يعني، ده عباره عن سيستم سكيورتي، كاميرات مراقبه. كاميرات المراقبه هي هدفها الرئيسي تبقى نظام سكيورتي، اللي نحطها في المكان اللي نحطها ان احنا بنصور ايفنت ولا بنعمل حاجه بنشوف حاجه في المكان، لا هدفها الرئيسي انها مراقبه كسكيورتي للمكان. ده البيزكس الرئيسيه للقصه بتاعه كاميرات المراقبه. عشان كده الفيديو هو بيحطوها وبيتحركوا على اساسها، في عندهم شويه ريزونز كده او حاجات مهمه لازم بيتحركوا على ان هم يحطوا فين اماكنها وبدايه ايه والغرض منها ايه، وبعد بناء عليه بدات تبعيات بقى ايه الديزاين الطبيعي بتاع المكان. الاساسي بيزكس او بيلد في اي ديزاين السي سي تي في او كاميرات المراقبه انك تراقب مداخل ومخارج المكان كله. ده اول حاجه بنفكر فيها لما نيجي نعمل عندنا لاي اوت بنحرك عليه احنا كشغل ديزاينر او ككونسلتنت. كل اللي شغالين الحاجات الرئيسيه هي مداخل ومخارج المكان، يعني جاي من قدام بشوف فين الابواب اللي بتدخل او بتخرج او ايفن لو اسانسيرات، بحيث اي حد يقدر يخش او يطلع من المكان. ده الاساسي، ده ما ينفعش تطلع انت ديزاين من غير الكلام ده. ثم الخطوه اللي بعدها بيبدا لو الاوبريتور عنده سبيشال ريكوايرمنت. يعني ايه سبيشال ريكوايرمنت؟ يعني قايل لك مثلا ان انا لا انا يهمني جدا الاوضه الفلانيه، عايز اعرف الحركه واللي بيحصل فيها. لا انا يهمني في المنطقه ديت، لا انا راقب يعني مثلا في البنوك مثلا. في البنوك انت بتعمل المكان مداخلك ومخارجك ومع مدخل بره وعلى مكنه طيب في زياده على ده ايه؟ التيلر او منطقه الشباك بتاع العملاء بيبقى عايز يراقب الاثنين، الموظف بتاعه بيعمل ايه والعميل بيعمل ايه. ساعتها بتضطر تزود كمان اكتر واكتر، واحده بتبص على الموظف والثانيه بتبص على العميل. في مكان تاني يقول لك لا انا عايز الممر الفلاني ده عايز اعرف كل اللي مش دخل خرجه ولا دخل من غرفه لغرفه، يبدا ليه سبيشال ريكوايرمنت حسب ايه؟ زي ما يكون في الفنادق مثلا زمان كان كل اللي بيعملوه في المداخل والمخارج، يعني على قدام الاسانسيرات وعلى السلم بس، الكل عارف مين دخل الغرفه ومين خرج منها. بعد حصل ايه؟ وحصلت حادثه زي بتاعت مش فاكر بتاعت مين اللي في الامارات دي، وحد اتقتل، حد مشهور يعني اتقتل في الامارات. المهم يعني بعد عنها الحادثه حصلت منين؟ ان حد طلع من غرفه دخل على غرفه ثانيه عشان يعمل عمليه الجرامه او الجريمه اللي حصلت. هم هناك كانوا حاطين كاميرات زياده شويه، فلما بدا يتشاف ان لا في حركات ثانيه مختلفه، وبعد برضه العمليات الارهابيه اللي بقت تحصل وبعد وبعد وبعد، الناس كلها بقت تزود موضوع المونيتورنج جامد جدا. يعني مثلا احنا بدانا في سيتي ستورز مثلا في الفندق بتاع انتر كونتيننتال ده كان حوالي 62 كاميرا مثلا، مداخل ومخارج وخلاص خلصت على كده. بعد الاحداث التطورات الجديده زودناه، اضفنا 500 كاميرا ثانيين على 260، رقم خيالي طبعا. دي بادجت رهيبه وفلوس كتيره ومونيتورنج بطريقه كارثيه وكل الكونسيكونس بتاعتها بقى. طيب الريفرنس الرئيسي لينا في الكلام ده كله زي ما اتفقنا ده خارج، ثم طلبات مين؟ المشغل بتاع المكان او الاوبريتور بتاع المكان لو كان غرض الرئيسي للكاميرات المراقبه هو السكيورتي. ساعات بيضاف بعض الكاميرات لبعض الاماكن تبقى اوبريشن، اوبريشن وايز يخش زي اوبريشن في مصنع مثلا، مصنع عنده خطوط الانتاج والموظفين وين وين، هو مش بيراقب سكيورتي يراقب مين طالع من خارج، لا ده عايز يشوف الانتاج الناس الناس شغاله ازاي، بيعملوا حاجه صح بيعملوا حاجه غلط، فيبداوا ايه يزودوا كاميرات بريزوليوشنز معينه وفيتشرز معينه عشان تقدر تميت الطلب اللي احنا ايه عايزينه ده. طيب ده كده ايه فكره عامه شموليه على مين؟ على كاميرات المراقبه وايه الهدف؟ طبعا الاساسي عندنا في كاميرات المراقبه ان مش مجرد ان انا اتفرج على اللي بيحصل وخلاص، لا انا عايز اتفرج عليه واسجله عشان وقت ما احتاجه في اي وقت اقدر ايه؟ اقدر ارجع له. وطبعا مده التسجيل برده بيفرق من مكان لمكان، في ناس عايز تسجل لمده كل اسبوع مش فارق معاه اي ايفنت اللي حصل بعد كده، في ناس عايزه بالشهر، في ناس عايزه بالثلاث شهور، كل ده بيسمع معايا في الاستورج. طبيعي كلكم عارفين بتصور في الكاميرا بتاخد سبيس، بس هتسمع معايا في السبيس. كل ما زودت الوقت بتاع التصوير وكل ما زودت الريزوليوشن بتاع التصوير كل ما سمع معاك فين؟ في السبيس. كل الحاجات دي ولا دي كومن براكس، مش اي حاجه ايه انجينير بس دخلنا فيها. اوكي؟ طيب نتكلم بقى بالتفصيل شويه عن السيستم ككاميرات مراقبه، ايه السيستمز اللي عندنا والحركة فيها ازاي؟ رقم واحد عندنا زي ما اتفقنا في كاميرات المراقبه عندنا او في اللايت كارت عندنا جزئين، شق بيتكلم عن الانالوج سيستم وشق بيتكلم على اوفر اي بي سيستم. اعتقد الكلام بدا يبقى يوضح شويه ويتضح شويه. اول ما اقول لك اوفر اي بي سيستم تعرف ان انا هروح فين؟ النتورك اللي احنا ايه شغالين فيها واتكلمنا عليه. اول ما اتكلم عن الحركه في سيستم انالوج سيستم هنبدا نتكلم بقى ايه التفاصيل وكانت معموله ازاي. بيفرقوا عن بعض؟ ممكن يوصلوا ببعض الكاميرات كريزوليوشن اكشن شبه بعض شويه، ولكن كنتورك تيبولوجي او النتورك ستراكشر بتاعتها فرق رهيب. هتشوف بقى نشوف مع بعضنا كده الفرق ما بين السيستم ده والسيستم ده لما حولناه اوفر اي بي
لما نخلص الدنيا. السيستم الامن او مكونات السيستم بتاع السيستم دي، رقم واحد الكاميرات بكل انواعها باشكالها بنيتها بنيتها بكل تفاصيلها. رقم اثنين كابلات النتورك بتاعتها. رقم ثلاثه الهيد اند ستيشن او بمعنى اصح الورك ستيشن الرئيسيه او المين اكويبمنت اللي هي بتبقى فيها وضعيه التسجيل. فحتى انا يبقى عندنا الورك ستيشن الرئيسيه دي بتسمى دي في ار. دي في ار اللي هو ديجيتال فيديو ريكوردر، ده المين اكويبمنت اللي موجوده في حاله مين سي تي في في حاله الانالوج. يبقى عباره عن كاميرات وشويه كابلات ومتاخر على الاكويبمنت تحت ايه بيسجل الكلام ده كله ببساطه شديده. مفهوم مننا؟ دور هذا دور عندنا كل سنة عدد في كاميرتين أو حاجة، والكاميرات دي طب النظر بس عن تفسير الكلام عليه دلوقتي كلها هتروح تسجل على فين عند مين؟ النتورك كفكره عامه بتبقى عامله ازاي؟ تبقى الكاميرا راكبه في كل دور. الكابل بتاعي ده بتاع السيستم الانالوج بيبقى عباره عن كابل كواكسيال كيبل. الكواكسيال كيبل ده اللي هو ايه؟ رقم الديشن بتاع الكواكسيال كيبل او بيسموه ار جي ار جي ار جي 6 ار جي 6 ار جي 6 تمام؟ الكابل ده لو كان ديش عادي خالص بيجي سيجنال بيجي الصوت للكاميرا رايح على فين؟ على دي في ار. بيجي دي في ار سيجنال دوت حسب بقى بس بتاعته بيزيد على عدد الكاميرات اللي راشقه، يعني عندي كاميرا 2 3 10 30 لحد 36 كاميرا ينفع تجيب لحد 48 كاميرا، لحد 48 كاميرا ينفع تجيب دي في ار واحد بس يشيل المجموعه دي كلها. الموضوع لو كبر شويه تروح تجيب دي في ار ثاني وتوصل جنبه، تروح تجيب دي في ار ثالث وتوصل جنبه كل ما العدد ما ايه. ولو لاحظنا هناخد بالنا ان عندك من كل كاميرا من دي في ار زي السيستم بتاعتي عامه بيروح له كابل واحد. وكان بيروح من الفيديو بقى بيتكلم الكاميرا دي، كان بيروح كان الكاميرا الثانيه، الكاميرا الثالثه وهكذا. ما فيش حاجه اسمها كان بيروح لغايه الكاميرا الى ايه؟ الى كاميرا، كل كاميرا مسؤول، كل كاميرا مسؤول عنها كاميرا. بيروح الكابل اللي هو ايه؟ الكواكسيال كيبل. ويبدا ينقل الصوره بتاعت الكاميرا دي اللي جاي فين؟ عند الدي في ار. بيبقى مطلوب عندنا في حاله الانالوج ده ان احنا لازم نركب مخرج كهرباء جنب كل كاميرا عندي. دي نوع من الاي كورنيشن اللي بنقدر نعملها مع جماعه مين؟ الكاميرا. من طلباتنا موبايل كارنت لو في كاميرات بره بيحدد لي اماكنها ونفتحها كالعاده زي ما احنا عارفين المكان بتاعها وكان عشان اقدر اعمل ايه؟ مخرج كهربائي. طبعا الحين بتاعت الكاميرا دي بتبقى مفضله بتتكلم 5 فولت. الكاميرا لو كاميرا هي متحركه بتوصل 15 فولت يعني كلام فاضي تماما. بس طبعا الكاميرات بره من ضمن السيستمز اللي بتفضل انها بتفضل توصل عليه بيها السيستم. دي الواحده بالجزئيه بتاعت الاي بي اس. لو حصل اضطراب فاصل كده ولا ولا ما تجيش اكتر من المبدا يكون ايه؟ انسيف او مش سكيور يعني تقدر يبقى فيها حاجه. دي شويه الخطوات اللي هو بيعملها. لو خدنا بالنا بقى دور مثلا مكون زي ما عملنا كده من خمس ست ادوار وكل دور فيه كاميرتين. ايه اللي هيحصل؟ اضطر انزل لكل دور كابلين من الدور ده لحد فين؟ لحد الدي في ار. فلو عندنا 10 5 6 دور خمس ادوار مثلا في كابلين عندك 10 كابلات ممكن على فين؟ على تحت. ما ينفعش ملهاش حل تاني. وبنيجي تحت عند الدي بي ار فبيكتب جنب الدي بي ار بتاعه شاشه بيعرض عليها ايه؟ الكاميرات اللي موجوده دي حسب بقى مش عايز شاشه صغيره شاشه كبيره حسب عدد الكاميرات حسب طريقه عرضها فيها وحسب بيبقى في طريقه او اخرى. لو انت عايزين نعمل هنشوف الكاميرات دي مكان خارجي او مكان بره اللوكيشن بتاعنا تقدر توصل على نتورك في الداتا على الدي بي ار نفسه يبدا يشوف ايه؟ الكاميرات دي من خلال الانترنت الواسطه بتيجي من الداتا نتورك للدي في ار ده هي موفر داتا عالي جدا مخرج من المخارج دي طبيعيه خالص بس بيوصل على فين؟ على الدي في ار بتاعي بحيث كانه ايه بيوصل الانترنت للدي في ار ده تقدر تشوف الكاميرات دي منين؟ مكان خارجي. الكاميرات بتاعتنا اللي بتبقى راكبه معانا الكاميرات دي في منها اشكال كثيره جدا اشكال كثيره جدا ولكن كمسميات بتقدر يكون محط يعني تحت الاشكال دي مسميات حاجه اسمها دون كاميرا اللي شفناها المطور ده بتاع مرات يبقى دون كاميرا يا اما بتبقى كده يا اما بتبقى مقفوله ما انتش شايف اصلا اللينس وصل فين وكاميرا عاديه كاميرا عاديه زي كاميرا فوكس كل دي كاميرات زي بعض يعني دون دي دون كاميرا اللي هي دون دون بتبقى دي الكابسين وانت شايف العدسه وصل فين الكاميرات دي كل
الكاميرات دي كل الفروقات ما بينهم فروقات التسجيل والريزوليوشن بتاع الكاميرا واللينس بتاعها. يعني ايه تسجيل وبعدين يرجع للينس؟ بالنسبه للريزوليوشن هي تقدر تصور زي كاميرا الموبايل. عندك كاميرا الموبايل بتاعتك مثلا ايه، تلاقي واحد معاه كاميرا الموبايل 3 ميجا بكسل، واحد معاه 26 ميجا بكسل، 15 ميجا بكسل. بيفرق ايه؟ التفاصيل. يعني بتيجي تعمل كابتشر للصوره بتعملها بتفاصيل ادق شويه، وبتحتاج ايه؟ شويه بروسيسنج اعلى، وشويه اكويبمنت او كومبوننتس جواها بكواليتي اعلى شويه. كاميرا للتصوير الفيديو عامه بيبقى عباره عن ايه؟ في الدنيا كله عباره عن شويه صور كتيره ورا بعض. كل ما كانت سرعه لقطه الكاميرا للصور ورا بعض كل ما جابت فيديو اوضح واسرع. ازاي؟ اي فيديو بتصور لو انت جاي فيه البرامج اللي بتعمل اناليسيس للفيديوز وتيجي حاطط نزلت الفيديوز فيها بيتلاقي الفيديو في كهوله لصور، مجموعه صور. انت كده هديك كده صوره 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 صوره، عمال يقص صور ورا بعض بس بيعرضها بسرعه رهيبه جدا لدرجه ان عينك ما بتميزش الايه؟ العرض ما بين الصور دي وبعض. ودي بتسمى ايه؟ بتسمى الفيتشر هنا يقول لك الكاميرا دي كام فريم بير سكند، يعني بتعرض كام فريم في كل ثانيه عشان تقدر انت تبقى شايفها. اول ما تلاقي في صور كده مقطعه، تلاقي فيديو كده مقطع، فيديو مقطع ده تعرف ان هو الفريم بير سكند بتاعه قليل جدا، فبالتالي بيعرض الصوره بطريقه بطيئه، فانت بتحس ان في فرق بين الحركه وانا هنا لحد ما انتقلت هنا. الفريم بير سكند بتاعك. ايه الارقام البريزبل بالنسبه لنا؟ الانسان بيبدا عينه تميز او سوري ما تميز الفيديو المقطع ده من اول 12 فريم بير سكند. من 12 فريم بير سكند وانت طالع عينك خلاص شايف فيديو مش هتشوف صوره مقطعه. اقل من ذلك يؤدي الى شايف ايه؟ صوره مقطعه. طب ده هيفرق معانا في ايه في الكونسبت بتاعنا وفي الكاميرا اللي بنتكلم عليه؟ يفرق معايا في حجم الفيديو اللي بتعرض. كل ما كان عدد الفريمز اقل كل ما كان الفيديو مساحته اقل، كل ما كان عدد الفريم كبيره كل ما كانت الريزوليوشن اعلى والسايز اكبر، بيكبر لك الاستورج بتاعتك. بس في نفس الوقت انت كفانكشن عايز ايه؟ عايز مكان فيديو لايف شايف كل حاجه ستريمينج تمام وشايف كل حاجه بوضوح، تقدر تعلي الفريم بير سكند بتاع الكاميرا والفريم بير سكند بتاع الريكوردنج اللي انت بتسجل عليه. تمام؟ ايه تاني عندنا في الكاميرات؟ الكاميرات عندنا فيها موضوع الرؤيه الليليه، حاجه اسمها الانفراريد ديتكشن اللي بتقدر تخليك تشوف عند كام لكس. يبدا يقول لك الكاميرا دي تقدر تديتكت او تقدر تشوف ما تصور في المكان ده عند مثلا 0.1 لكس او عند 1 لكس او عند 2 لكس حسب. كل ما عدد اللكس قل كل ما ادى لان الكاميرا ايه؟ محتاج فيها انفراريد. الانفراريد دي بتبقى حوالين الداتا اللي موجوده حواليك تيجي بالليل بتطلع زي اناره غير يعني نور غير واضح شويه بيبان جدا بالليل بس تدي اضاءه للمكان شويه للكاميرا مش للبني ادمين، انت واقف في المكان مش شايف ان هو منور على حاجه، بس لو بصيت على الكاميرا تلاقيها منوره شويه. عشان تدي اضاءه للمكان بطريقه غير مباشره تقدر هي تشوف احداث اكتر في الايه؟ الرؤيه الليليه بتاعتها. بجانب عندنا حاجات ثانيه في الكاميرا نفسها زي اللينز. اللينز اللي هي العدسه بتاعت الكاميرا، العدسه اللي بتسجل نفسها. اللينز بتاع الكاميرا ده بيبقى تو فاكتورز. يا اما بيجيب لك حاجه وايد لينز يا اما لونج لينز. يا اما يجيب لك حاجه يعرض لك مسافه اعرض في اللي بيعرضه ده، بس لو عرض المسافه بتبقى قابلها ان الايه؟ الطول بتاعك بيأثر شويه. لو المسافه قللت شويه او العرض قل شويه تقدر يجيب لك ابعد شويه. الاثنين فاكتور بيأثرها يعني ده مؤثر على ده، يجيبها انت الوايد يجيبها الايه؟ اللونج لينز بتاعتك اللي بتجيب لك مسافات اطول. من طرق اللي هي اللي احنا حتى بنبقى في السايت كده عشان تعرف الكاميرا هتشوف ايه وتعمل ايه، انك انت واقف مكان كده وحددت عينك مغمي يعني عينك وعينك الثانيه بصفه ركزت بوينت واحده، كل ما عينك لمحاه البوينت انت بتبص نقطه واحده بس عينك لمحه حاجات ثانيه، كل ما عينك لمحاه هو ده اللي الكاميرا هتلمحه. وضعيه الكاميرا طبيعيه، كل ما عينك تلمحه عينك ايه؟ كل ما عينك مركزه في نقطه واحده وعينك شايفاه من غير ما تحركها ده اللي عايزاه الكاميرا نفسها بتلمحه. طبعا دي حاجات براكتيكال كده، لكن اكشولي بنعمل الكلام ده ازاي؟ احنا في ديزاين كونسلتنت بيبقى محدد اللوكيشنز اللي احنا عايزين نقدمها، انا عايز اراقب الباب ده، بقى محدد له كاميرا قريبه جدا من الباب بص على مين؟ كشف لي الباب ده اللي داخل واللي خارج منه، طبعا اي حد هيخش في الكاميرا كل ايه محدد اول، او الممر انا عايز اجيب الكوريدور ده، ببدا احط الكاميرا كل فتره الكوريدور بتاعي بحيث ايه تغطيه لي، او بجيب المبنى الخارجي حواليه من كل الاركان بتاعته او كل النقط المحدده حوالين المبنى نفسه عشان تقدر ايه تحدد لي كل ما داخل مكان. دايما انا بعمل في السكيورتي ببقى محدد كل كاميرا الباك اب بتاعها، يعني ما ينفعش مثلا بخلي كاميرا هنا متصوره وعامل كاميرا في حته ثانيه وانا بعمل صور خارجي مثلا، بحاول اخلي كل كاميرا شايفه الكاميرا الثانيه، كل كاميرا شايفه الكاميرا الثانيه، بحيث ما يجيش حد من تحت الكاميرا يفكها ويشيلها ويبدا ايه يعمل اللي هو عايز يعمله، تبقى في كاميرا ثانيه ايه جايباه او مسجلاه.
الامباكت بتاعتي والكفاءه بتاعت الكاميرا نفسها بقى والسليكشن بتاع اللينس اختار الوايد ده بانه بالتلت بقى للعرس اللي هي التلت ولا الربع ولا التوم ولا اللينس بتاعتها دي بيبقى من خلال برامج. ده البرامج بتبقى مع مين؟ مع السبيشاليست بتاعها بقى او المورد بتاعها يبدا يخش معاك في الحته دي. انا كل اللي بحدده له اماكن النقط اللي انا عايز اراقبها، يعني بقى مثلا حطيت له على الكاميرا دي باب، على الباب ده كاميرا، انت الكاميرا تحط لي على الباب ده خلاص يبقى انا عايز اراقب الباب ده. هو ابدا يجهز لي بقى الكاميرا، عايز انا عايز اجيب الكاميرا بالعدسه من انا قريب جدا، فلو جبتها لونج لينس يبقى هتعرف تجيب لي ايه؟ قريبه جدا من الباب ومش هتجيب لي الداخل والخارج، لا يبقى اجيبها عدسه من نوع تاني. هو عنده بقى بروجرام بيحجي عامل زي سيميوليشن ليها ويعرض لي، بيعرض لي كمان على لي اوت الكاميرا دي بتجيب لي هتكشف لك كل المنطقه دي، الكاميرا دي لا هتكشف لك المنطقه الثانيه، وابدا ايه؟ ارصها معاه مع المرحله الايه؟ اللي هي قدام شويه. بيبدا يظهر معايا كمان في الكاميرات معايا الحاجات اللي هي الثانيه اللي هي كاميرات زي اسمها بي تي زي. بي تي زي دي كاميرا اللي هي المقصود بيها الكاميرا المتحركه. انا بلت تل مش متذكر اختصارها بصراحه بس هي مش متذكر اختصارها. هي الكاميرا دي هدفها انها تبقى متحركه، متحركه في كل الاتجاهات. متحركه ازاي؟ ان هي نفسها تبقى راكبه على موتورز هتبقى حجمها اكبر شويه من الكاميرات العاديه وبتبدا هي نفسها كلها تتحرك يمين وشمال والعدسه جوه تتحرك تحت والفوق ونفس اللينس بتعمل زومين وتعمل زوم ان وزوم اوت للمكان. فبتقدر بالكاميرا دي بنحطها عاده في حتت بيبقى الكاميرا والمكان كله اوريدي كفرد كاميرات فيكسد طبيعيه خالص دي، ودي محطوطه زياده انك تقدر تمونيتور بيها لان هي الطبيعي بتاعها ايه؟ انك حد بيحرك وبيزوم وبيروح وبيجي وما بيفضلش استخدام الكاميرات المتحركه في السكيورتي. يعني انك تعتمد عليها اعتماد كلي في السكيورتي. زي ما انت شفته في الفيلم بتاع توم وجيري مثلا يعني بيجي الكاميرا باصه كده او مجرد ما تحول بيحصل ايه؟ ده يجري عشان يخش على المكان ده، ده كلام ده حقيقي فعلا. عشان كده الجماعه بتوع السكيورتي حتى حاليا بيطلبوا كاميرات في الامن الوطني على كل المباني الخارجيه بيرفض استخدام الكاميرات المتحركه. ليه؟ بيقول لك يبقى في فتره ما في المكان ده غير مراقب، حتى لو انت الكاميرا بتتحرك اوتوماتيك عماله تلف ايه؟ لوحدها باستمرار، في فتره ما في كل مكان غير مراقب. ايا كان الحدث، في حدث حصل عايز تجيبه فما تسجلش ان الكاميرا ما شفتهوش. فالكاميرا ما بيحبوش الكاميرات ايه؟ متحركه. هي بتضاف زياده على الكاميرات الفيكسد اللي في مكان. الكاميرات الفيكسد دي زياده انك عايز ايه؟ عايز تفك عندك خط المصنع شغال، انت عايز بقى تزوق الصنايعي العامل ده على المكنه بيعمل ايه؟ فجاه داخل بالدراع ومزوم عليه شايفه بيعمل ايه؟ ترجع تزوم تاني. طبعا موضوع الزومينج ده في الكاميرات بيبقى كاتيجوري. زي موبايل. الموبايل في نفسه هو نفسه فيه زوم لدرجه معينه. في ممكن تنزل ده سوفت وير زياده يعمل لك زوم اكتر على ده. السوفت الزوم اللي موجود في الموبايل نفسه بيسمى اللي هو الديجيتال زوم. الديجيتال زوم ده فعلا عدسه بتكبر وبتصغر فبتقعد ايه؟ تقرب وتبعد حقيقي فعلا. لكن الديجيتال زوم ده لو خلاص شاف الصوره لقطها وبيعمل بقى زومنج على الصوره اللي ملقوطه، كانك انت مصور صوره وعملت زوم فيها. مش بيعمل زوم حقيقي. يعني ايه؟ الكاميرا الطبيعيه اللي بيعمل اي زوم كانك انت عندك منظار. عمال بتكبر كل ما بتكبر في المنظار بتعمل عدسات بتخش معاك عشان تقدر ايه تقرب الحاجه البعيده. الديجيتال انالوج زوم عباره عن ايه؟ في صوره اوريدي متشافه خلاص مقوطه مش لسه بروح لها، صوره متشافه وكده بتعمل زوم ايه؟ اللي هو على الكمبيوتر العادي ده، بيعمل زوم للصوره نفسها، بيعمل زوم حقيقي. دي مراحل زوم موجوده في الكاميرا، طبعا كل ما كانت الكاميرا الزومنج بتاعها اعلى هتقدر تجيب مع حسابات ابعد كل ما كانت سعرها ايه؟ اغلى عند الفيلم او حجمها بيكبر معايا برضه بيأثر عليها. الكاميرات اللي هي البي تي زي المتحركه دي بتحتاج لها كابل تاني زياده كنترول. يعني بياخد لها طبعا الكابل العادي الكواكسيا وكابل الباور التغذيه بس تاخد لازم ياخد لها كابل تاني زياده كنترول، كابل بحوالي طرفين او ثلاثه طرف حسب المصنع. ده هدفه ايه؟ عشان الموضوع الايه؟ الموتور اللي انت بتعمله ده توجيهه يمين وشمال وزوم وفوق وتحت والكلام ده بيحتاجوه زياده ايه؟ الكاميرات دي. انا عايز بس الاول كوكس الكيبل كامل زي بتاع الدش في البيت كابل كهرباء، عارف كابل الدش في البيت شفته؟ عارف هو كابل زي كور واحد نحاس وحواليه شيلد كده من بره وابيض واسود كده، هو ده كابل الدش. شكله مختلف خالص عن كابل الكهرباء. الكونستراكشن بتاعه مختلف خالص، ده عباره عن هو كور نحاس نصه حواليه زي عزل وفي بره شيلد خالص. كابل اليو تي بي ثمان اطراف جنب بعض مبدولين على بعض بطريقه ثانيه خالص. كابل الفايبر مش نحاس اصلا، عباره عن ازاز. فده غير ده غير ده. الكواكسيا دي مش بتشتغل خالص. الكواكسيا ده بيتوجد شبكتين بس، كمان مرتبه.
التسجيلات اللي بتخش فيها ورس مكان تاني. الكابلات التانية هو الفايبر الكاميرا دي موجودة بايه؟ بالسوشيال كيبل اللي موجودة بأي حاجة، أي حاجة هو بره منها بالذات هي كابلات الفايبر. أنا مش متأكد إن هو ما ينفعش نركبه طبعا من تاني للأوتو. مش نفس المهم التاني، مش أي كابل يشتغل مكان تاني. كل كابل لو كان يو تي بي خلاص، هنا أفرق إيه؟ يو تي بي أو فايبر. هتكلم ممكن على الفاضي. ما ينفعش آخذ الكابل الكاميرا شغال هنا وآخذ الكابل اللي ده شغال هنا. مش زي الكهرباء هي كلها كابلات زي بعض بس 2400 600. لا مش كده، الكابل ده شكله الكونستراكشن بتاعته مختلف تماما عن الكابل ده، مختلف تماما عن الكابل ده. كابلات الداتا بالذات اللي هي لا حصر لها او معنى صح اللايت كارنت ده الشرطه لا كارنت، كل كابلات في كابلات كتير جدا، كل مصنع تلاقيه سيستم، يعني كل سيستم ممكن يظهر لك كابلات انا اول مره اشوفها في حياتي. في مره كنت بركب في بتاع ميتنج روم يعني بقولهم يعملوا كده شغل اوديو فيجوال، جاي لي كابل ضخم بالمنظر ده في كميه كورز، كورز من جوه داخله في حوالي 100 كورز تقريبا. بيتعمل بيهم ايه ما تفهمش؟ كلهم بيتوصلوا بيقعدوا يكلمهم واحده واحده. في كابل تاني تلاقي جاي شكله عامل زي الكواكس اللي انت بتاع البيت ده بس حجمه كده. كواكس حجمه كده. حاجه كده خيال علمي، وعامل كابل خفيف جدا. كابل تالت مش عارف عامل ايه ده، اشكال الكابلات تاني هيتلف. كابلات الطيارة خفيف بالذات.